أهلا وسهلا بكم. إن الدرس الأخير من هذه الدورة يظهر لكم كيف يمكن للمرء أن يتعامل مع عملية دمج أو تشكيل أو تركيب أحرف معينة في بداية أو نهاية الكلمة، وكيف من الممكن أن نطق الكلمات المعقدة. لقد تلقيتم العديد من النصائح لتحسين النطق الخاص بكم، ونحن نعمل كثيرا على أنكم في النهاية يمكنكم القول بعد قيامكم بمشاهدة جميع أشرطة الفيديو وأيضا بأداء جميع التمارين والتدريبات بأن دورة اللغة هذه لم تكن فقط قد أعجبتني، ولكن الأهم من ذلك فقد تحسن نطقي للغة الألمانية بشكل كبير.